السلام عليكم، عاملين ايه؟ انا ميس اسراء. للناس اللي اول مره تتابعني، احنا في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الجراف واخدنا كل الجراف اللي كانت خاصه بالسبيد، سواء كانت يونيفورم سبيد او نون يونيفورم سبيد. في الجزء ده من الدرس هنتكلم عن حاجه جديده شويه اسمها اكسلريشن. اكسلريشن دي مصطلح جديد احنا هناخده. طيب المصطلح ده هتكلم فيه عن ايه؟ تعالوا نبص مع بعض في الرسمه دي. بيقول لي هنا الكار بتاعتي بدأت سرعتها طبعا من 1 second كانت السبيد بتاعتها 5 متر بير سكند، مشت شوية بعد 2 second لقيناها 10 متر بير سكند، مشت شوية بعد 3 متر لقيناها 15 متر بير سكند. طبعا كده خلاص احنا فهمنا ان هي مش ماشية بريجولر سبيد. ليه؟ لان لو كانت ريجولر سبيد كان زماني بمشي نفس الديستنس في نفس التايم، لكن لا، انا كل ما التايم عندي بيزيد كل ما السبيد بتاعتي هي كمان عمالة تزيد، السبيد عندي مش ثابتة، فده عرفنا ان هو نون يونيفورم سبيد. طب انا هدرس ايه بقى هنا؟ قال لي هدرس هنا حاجة اسمها acceleration. acceleration ده معناه انه التغيير اللي بيحصل في السرعة دي في الone second هو ده acceleration. يعني ايه؟ مش فاهم. قال لي هنا acceleration معناها it's the change of object speed، يعني كل ما الobject بتاعي سرعته تتغير في الثانية الواحدة in a specific direction، يعني في اتجاه معين، انا هسميه acceleration، أو هو rate of change of speed، يعني هو معدل تغيير السبيد. هشوف السبيد دي بتتغير بمعدل كام، يعني هل الزيادة اللي بتزيد بيها السرعة إن الزيادة منتظمة ولا زيادة مش منتظمة، هو ده اللي احنا هندرسه. طب احسبها ازاي او ايه القانون اللي عندي؟ القانون اللي عندي اللي هو انا هشتغل بالقانون التاني عموما، اللي هو ال v2 minus ال v1 divided the time. ال v2 هي دي الفاينل سبيد، السرعة اللي هو وقف عندها. ال v1 دي البرايمري سبيد او السرعة البدائية او الابتدائية اللي هو بدأ بيها. طب v2 minus v1 انا ممكن اسميه حاجة تانية واقول ان هو difference او change in speed. كلمة change in speed يعني التغيير في السرعة. طب انا هحسب التغيير في السرعة ازاي؟ هطرح السرعة الفاينل ال v2 minus ال v1. صعبة كده؟ يبقى الـ acceleration هيساوي ايه؟ هيساوي change in speed اللي هي v2 minus v1 over او divided mean الـ time. عندي الدلتا ده او المثلث ده انا بسميه دلتا، وده معناه ان ده تغيير of any physical quantity، يعني اي physical quantity هتلاقوا جنبها الدلتا او المثلث الصغير ده معناه ان القيمة دي او الـ quantity بتتغير. يعني هنا دلتا t معناها التغيير في الوقت، دلتا v معناها التغيير في السرعة او تغيير في السبيد بتاعتي. وصلت كده؟ طيب برضو انا مش فاهمة كل الكلام ده، انا عمالة اخد نظري واخدت قانون الـ acceleration معناه ان لما السرعة تغير انا بحسب التغير ده قد ايه، اتغيرت بمعدل كام، زادت كام او قلت كام، ده اسمه acceleration. صعبه؟ تمام. طب بعد كده، بعد كده اخدنا قانون، القانون ده هو اللي هنحل بيه مسائل، اللي هو ال v2 minus ال v1 ده over ال d over ال t او divided ال t. طب تعالوا نكمل ونشوف. طب الميجرنج يونت، الميجرنج يونت قال لي هي متر بير سكند سكوير. طب ايه اللي هو عامله ده؟ هو هنا مورينا جابتها ازاي. يعني انا عندي احنا هنا متفقين ان هو v وهنا t. ال v بكام؟ قال لي ال v متر بير سكند، دي اليونت. طب والتايم سكند، ادي المتر بير سكند، واللي تحت ده عشان اطلعه فوق لازم اقلبها تايمز واخليها 1 ديفايدد السكند، هتبقى 1 تايمز المتر بمتر، سكند تايمز السكند بسكند سكوير، فهتبقى متر بير سكند سكوير. يبقى لما يجي يسألني كده في الامتحان يقول لي ايه هي الميجرنج يونت اوف acceleration، هقول له متر بير سكند سكوير. هنا جايب لي اهو بيقول لي ان الاكسلريشن متر بير سكند سكوير، والسبيد عندي هي متر بير سكند، ولو قلت ان هي كيلو متر بير سكند سكوير فانا عندي السبيد هنا كيلو متر بير اور، قصدي اور سوري مش سكند، اور، وهنا السبيد عندي بكيلو متر بير اور، مفيش اي تغيير. تعالوا نشوف بقى المسائل هنحلها ازاي. انا عندي هنا طبعا ده المثلث بتاعي الدلتا v over ال a divided t، يعني ال acceleration هيساوي الدلتا v over ال t، الدلتا v دي اللي هي v2 نكتب كده جنبها minus ال v1، v2 minus ال v1. طب تعالوا نجرب ونشوف.
طب قبل ما نحل المسائل تعالوا نشوف الدنيا دي فيها ايه. بيقولي if the body moving at regular speed، لو انا الجسم اللي عندي بيتحرك بريجولر سبيد، هي الاكسلريشن لما يكون الجسم بيتحرك بريجولر هيبقى بكام؟ اللي قال زيرو ده ممتاز، ليه؟ عشان هو ريجولر سبيد، يبقى معنى كده ان السرعة ما بتتغيرش. طالما السرعة ما بتتغيرش هجيب الفرق ازاي؟ مستحيل. فهقول له لان السبيد عندي هي doesn't change as time pass، يعني كل ما الوقت بيمر كل ما السبيد بتاعتي ما بتتغيرش، فعشان كده بتطلع الاكسلريشن بكام؟ بزيرو. طيب if the body starts moving from rest، لو الجسم بدأ حركته او سرعته من الريست، ده معناه ان ال V1 هتبقى بكام؟ بزيرو، هو اصلا بدأ من البداية خالص من الصفر. طب لو قلتلكوا ان هو البادي ده ابتدى ان هو يقف، على فكرة الحاجات دي النوتس دي هنحل بيها مسائل، لو الجسم ده stop يبقى معنى كده ان الفاينل سبيد عندي هي كام؟ equal zero. طيب when the car is moving، لو الكار بتاعتي بتبتدي ان هي متحركة وبعد كده ابتدى ان هو يستخدم البريك، البريك اللي هي الفرامل، يبقى كده برضو الفاينل سبيد عندي equal كام؟ زيرو. تعالوا نطبق ده في المسائل. اول مسألة عندي بيقولي ان هو عنده باص، الباص ده السبيد بتاعته كانت ال V1 كانت 8 متر بير سكند، وصلت ل 20 متر بير سكند، ادي ال V2. طب وبعدين within period a period of 3 second، ادي T، ادي التايم. What is the amount of acceleration؟ عايزة ال acceleration. انا كده عندي V2 وعندي V1 وعندي T، هقول V2 minus ال V1، ال V2 بكام؟ ال V2 ب 20 minus ال V1 بكام؟ ب 8 divided ال time اللي هو 3. تعالوا نشوف هتبقى كام؟ هتبقى 17، هتبقى 20، هتبقى سوري 12 divided ال 3 تبقى 4 meter per second square، اهي زي ما احنا حلينها. يبقى انا هطلعت ال V2 وطلعت ال V1 وطلعت التايم، وبعد كده حطيت القانون اللي هو V2 minus V1 divided T. طب تعالوا نكمل مع بعض. أنا عندي هنا car A، بيقولي عندي عربية بتتحرك من الريست، السبيد بتاعتها increase to 60 meter per second، نقف. قال لي إن هي بدأت من الريست، يبقى ال V1 بكام؟ برافو، بزيرو. ال V1 عندي هنا كده بزيرو. طب وصلت لسكستي، يبقى ال V2 بكام؟ سكستي. ثرو a 5 second، وادي التايم. يبقى العربية الأولانية ادي ال V2 وال V1 والتايم. طب كار بي، قال لي كار بي برضو بدأت من الريست، بدأت من الريست يعني ال V1 بكام؟ بزيرو. وصلت ل 80، يبقى ال V2 بكام؟ ب 80. ثرو تايم 10 second، ادي التايم. طب عايز ايه؟ قال لي مين في دول عندها greater acceleration؟ طب ما انا عشان اعرف مين greater acceleration لازم احسب الacceleration بتاعت كل واحدة. طب هحسب الacceleration بتاعت كل واحدة ازاي؟ قال لي V2 minus V1 over C. V2 هقول الاول car A، لازم اكتب كده car A واخد البيانات بتاعتها. V2، V2 بكام؟ 60. V1 زيرو، يبقى 60 minus الزيرو. عندي هنا التايم كان بكام؟ ب 5، يبقى 60 minus الزيرو over ال 5 يبقى طلع لي 12. طب تعالوا نحسب الكار التانية، ال V2 بكام في التانية؟ ب 80، وال V1 بكام برضو؟ بزيرو. طب التايم 10، يبقى 80 minus الزيرو over ال 10 يديني عندي هنا كام؟ 8. يبقى مين في دول الاكسلريشن بتاعها اكبر؟ هقول له كار A move at a greater acceleration than car B، أكبر من اللي في car B. صعبة كده؟ طب هن جايبني بيقول لي an object move at initial speed، initial speed اللي هي ال V1 اللي هي 7.5 meter per second، calculate the amount of final speed. هو عايز هنا بقى ال V2 بعد، بيقول لي هنا لا سوري calculate the amount of time، ده عايز التايم، انا اسفة عايز التايم، لما كانت ال V2 اللي هي الفاينل becomes 4 time its initial، يعني ال V2 اربع مرات ال V1، قدها اربع مرات. طب ال V1 عندي بكام؟
7.5. يبقى الفيتو هتبقى بكام؟ هعمل لها تايمز 4 لان هو قال لي ان هي قدها كام مره؟ 4. وبعد كده هحسب التايم عادي، هقول ان الفي 2 ايكوال 4 تايمز الفي 1 هتطلع 30. كده بقى عندي في 2 وفي 1 وعندي الاكسلريشن هو مديها لي في اخر المساله بتساوي 10. هحسب التايم من المثلث بتاعي، المثلث بتاعي التايم بيساوي اهو، هقول الفي 2 ماينس الفي 1 اوفر الاكسلريشن واحل عادي جدا اهو، في 2 ماينس في 1 اوفر الاكسلريشن وهيطلع لي الناتج في الاخر. يبقى احنا لحد هنا كنا بنتكلم بصفه عامه على الاكسلريشن. يعني ايه بنتكلم؟ يعني قلنا يعني ايه اكسلريشن، واخدنا القانون بتاعه اللي هو في 2 ماينس الفي 1 اوفر التي، وحلنا عليه مسائل. طب تعالوا نشوف بقى اليونيفورم اكسلريشن. يعني ايه يونيفورم اكسلريشن؟ قال لي يونيفورم اكسلريشن دي معناها ان الكار اللي عندي بتتحرك بتزيد زياده منتظمه، يعني كل مره مثلا بتزيد 10 متر بير سكند، يعني كل ما الوقت يمر الزياده بتاعتها منتظمه، مش مره تزيد 1 متر، مره تزيد 3 متر، مره تزيد 4 متر، لا، كل مره بتزيد نفس عدد المترز، عشان كده انا بقول عليها يونيفورم سبيد. طيب يونيفورم acceleration، انا اسف، زي هنا بيقول لي ادي الكار عندي هنا كانت 10 متر، بعد 2 سكند بقت 20 متر، بعد 2 سكند تانيين بقت 30 متر، بعد 2 سكند كمان بقت 40 متر. معنى كده ايه؟ كل ما الوقت اهو بيزيد بكميه متساويه، 2 سكند 2 سكند 2 سكند، السرعه عندي بتتحرك ازاي؟ قال لي لا، السبيد عندي بتزيد كل مره 10 متر بير سكند بقيمة 10، يعني مش مرة بتزيد 10 مرة بتزيد 20، لا، الفرق بينهم لو طرحنا هنا 20 minus 1 يدي minus 10 يديني 10، 30 minus 20 يديني 10، 40 minus 30 يديني 10، وهكذا، يعني الزيادة عندي uniform منتظمة. طب وبعدين؟ قال لي هنا اهو تعالوا نقراه سوا اهو، بيقول لي the speed of the car increase by 10 متر بير سكند each 2 سكند، يعني كل ثانيتين السرعه عندي بتزيد 10 متر بير سكند. فالاكسلريشن لو حسبتها في اي وقت وعملت في 2 ماينس الفي 1 هلاقيها على طول بتطلع لي 5 متر بير سكند، يعني الاكسلريشن عندي منتظمه. طيب وبعدين انا استفدت ايه؟ قال لي هنا اليونيفورم اكسلريشن هعرفها على انها هي اكسلريشن الاوبجكت بتاعه بيتحرك في ستريت لاين، امتى؟ لما السبيد بتاعتي تتغير باي ايكوال فاليو قيم متساويه ثرو ايكوال بيريد اوف تايم، خلال وقت متساوي، السرعه بتزيد اه لكن بتزيد بقيم متساويه مش عشوائي. طب تعالوا نشوف هنا هو مديني ايه؟ بيقول لي a car moves at uniform acceleration، لما العربية بتاعتي تتحرك بأكسلريشن منتظم equal 5 متر per second، هقول له ايه؟ هقول له ان ال car move at a straight line its speed change with 5 متر per second each second، السرعة بتاعتها بتزيد 5 متر 5 متر كل ثانية للثانية الواحدة. صعب كده؟ انا هنا بشيل الديفينيشن وبكتبه. طب احنا برضو ايه انواع بقى اليونيفورم اكسلريشن؟ هل في منه انواع؟ قال لي اه، بوزيتيف اكسلريشن ونيجاتيف اكسلريشن. يعني ايه بوزيتيف اكسلريشن؟ قال لي البوزيتيف اكسلريشن تعالوا نشوف، مديني هنا اوبجكت A واوبجكت B، وادي التايم وادي السبيد بتاعتهم والتايم والسبيد، وتعالوا ان احنا نعمل جراف، جراف تاني اهو، وهنكتب فوق هنا السبيد وتحت التايم، وهبتدي ان انا ارسمه. هلاقي في البوزيتيف اكسلريشن انا عندي شفت ستريت لاين باسنج ثرو ذا اوريجين بوينت، بس بين السبيد وبين التايم. يجي حد هنا دلوقتي يسالني يقول لي هو انا ازاي افرق بين الريجولار سبيد واليونيفورم اكسلريشن؟ هقول له هنا انا عندي هنا سبيد وهنا تايم، يبقى ده ريجولار أو positive acceleration، لما تبقى distance و time يبقى ده الـ regular speed. نركز باللي مكتوب فوق. هنا ده معناه إيه؟ معناه إن أنا كل ما الـ time عندي عمال يمر السرعة بتاعتي بتزيد.
طب احنا لما نيجي نعمل هنا الجراف ده وعايزاكم تجربوه بايديكم، هتلاقوا المنظر ده. ايه المنظر ده؟ قال لي ده معناه ان كل ما التايم بتاعي بيقل، كل ما الوقت سوري كل ما التايم بتاعي بيمر، كل ما الساعة بتاعتي شغالة السبيد بتاعتي عمالة تقل. يعني بدأت ب50 بقت 40 بقت 30 بقت 20 بقت 10 بقت 0. ايه اللي بيحصل؟ قال لي كل ما الوقت يمر السرعة بتاعتي عمالة تقل لحد ما الجسم هيوقف خالص. وبرضه هنا سبيد وهنا تايم، لما يجي لي هنا سبيد وتايم يبقى ده بوزيتيف اكسلريشن، لما يجي لي هنا سبيد وتايم ونازل بالمنظر ده يبقى ريجولار اكسلريشن، او سوري نيجاتيف اكسلريشن. طب تعالوا نكمل. يبقى انا كده عندي الانواع اللي قلت عليها بوزيتيف اكسلريشن ونيجاتيف اكسلريشن. طيب نقف لحد هنا في الفيديو ده عشان ما يبقاش طويل علينا. الفيديو الجاي هنتكلم فيه بقى بالتفاصيل عن البوزيتيف اكسلريشن والنيجاتيف اكسلريشن عشان ناخد كل التفاصيل بتاعتهم ونحل عليهم مسائل كمان. اشوفكم الفيديو الجاي على خير، باي باي.